هذا سائل يقول: ذكر المؤلف رحمه الله من الفوائد قال: ومنها معرفة جبلة الإنسان في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد، أي في الغالب. يقول: ما الحل لإيقاظ الحق في القلب وزيادته؟ الحل هو اتباع الكتاب والسنة وطلب العلم. ما ينقذك من الجهل ومن هذه الوساوس وهذه الشبهات إلا العلم النافع. اطلبوا العلم وادعوا إليه، لا تبقوا في جهل وفي تقليد وفي نعم.